شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مناقشه البحث الرئيسي لكليه القاده والاركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحه في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثه شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مناقشه البحث الرئيسي لكليه القاده والاركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحه في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثه والذي ياتي في اطار خطه الانشطه البحثيه للقوات المسلحه وذلك بحضور الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارس الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل شارك في اعداد البحث نخبه من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكليه القاده والاركان وانتهى البحث الى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزيه والكفاءه القتاليه لتشكيلات ووحدات القوات المسلحه وفي نهايه البحث نقل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الاعداد للبحث مؤكدا على اهميه مواكبه التطورات المتلاحقه في نظم الاعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفاده من القدرات والامكانات المتاحه بما يعزز من الجاهزيه والاستعداد القتالي للقوات المسلحه في ظل التحديات الراهنه وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفه بها لدعم ركائز الامن القومي المصري على كافه الاصعده